جمع وبيع الخردة. والله بالطيب يا زعفر. صحتين، اهلا وسهلا، شرفتيني. يا ماما راح المدرسة بدك شيء؟ سلامتك، مع السلامة. ولكن واقع المعيشة في المخيم كتير صعب، لأن المتعلم ما عم يلاقي شغل، وما في حوافز تشجع الأولاد إنهم يتعلموا، هذا عم بيخليهم يروحوا صوب الكسب السريع، وللأسف عم يسبب تسرب من المدرسة. هن فاكرين أنا راح أروح المدرسة، منيح إلي اللي معي شنطة، راح أقيم الكتب وأحط محلا خردة مثل الصيقة. صار معي كتير خردة، راح أبيعن بكتير مصاري، وراح أشتري أحلى تليفون. ولكن العمل في جمع الخردة وبيعها فيه مخاطر عديدة وكبيرة. مرة كان في ولد عم بيجمع خردة من المكب، إجا كاميون فرغ على الزبالة وطمر. من المخاطر يلي بتعرض للولد هو عم بيجمع الخردة، ممكن سيارة تدهسه وهو ماشي على الطريق. وكمان ممكن ينحبس أو يتعرض لاعتداء من ناس أغراب. ممكن عضو جردون مخبط تحت الزبالة، أو يعض شي كلب من الكلاب الموجودة بالمزبلة. رح يتعرض لجروح كتير، وجروحه رح تلتهب بسبب التلوث. في قنابل بتنفجر فينا، والشمس ما بترحمنا، وحرة بيعملنا مرض السحايا. وأخطر شي شرايط الكهرباء، الكهرباء اللي بعدها موصولة بالشبكة. نحن مننصح كل الأطفال أن يستمروا بدراستهم، وما يتركوا المدرسة، واللي مبطل وقادر يرجع ما يأخر ويرجع هلأ قبل بكرة، لأنه بهذا الشغل الطفل بتعرض لمخاطر كتيرة مثل اللي شفتوه بالفيلم. ومنقول للأهل والمجتمع أنه يهتموا ويراقبوا الأولاد وما يتركوهم يتعرضوا للمخاطر، ويشجعوهن على الدراسة ويفهموهن أهمية التعليم ولمستقبل أحسن.